unusual, interesting ou challenging. Action. Mornagui Maryem, j'ai 24 ans, ingénieur jeune diplômé en génie électrique. نزلت كي تخرجت انا ديسمبر 2020 تعرفت على الفورماسيون هذيا من الاول شفتها بوبليسيتي معناها كيكا سيغ فيسبوك نزلت عليها برشا عباد سيرتو في الفورماسيون هذيا معناها نتاع فول ستاك جي اس قالوا لي باهي على الخط دونك فوالا شفت جوب اوبورتونيتي صح لقيتهم كل فول ستاك جي اس فول ستاك جي اس قلت طيب بوركو با لازم جو كونفيرتي الكارير نتاعي في حاجه كيف ما هكا خاطر انا عامله جينيك الكتريك معناها لوان دو سا حبيت حاجه انفورماتيك وقلت الفورماسيون هذيا باهي تعدى محلي على الاخر معناها من الاول تلقى روحك في انفيرونمون ما تعرفوش مع عبيد ما تعرفهمش معناها ما نعرف حتى حد بخليف جيت معي صاحبتي معناها نعمل في نفس الفورماسيون الانستراكتورز عاونونا على الاخر معناها اول نهار عملنا حاجيت تو ويلكم العبيد وكل دونك تعدى محلي على الاخر وليت صحاب مع برشا كلهم اللي هو صحابي نعاونوا بعضنا تبدا اي حاجه مش فهمتها نسال واحد معايا ولا هما زي يسالوني نفس الحكايه انستراكتورز يسون توجور لا معناها يعاونونا في كل شيء الانفيرونمون هنا كي نجيو معناها سور سيت وكل يعاونونا تبدا حاجه بيان سور تخدم وحدك في الدار سور بلاتفورم تقرا الكور بلاتفورم تحصلنا على الاخر الكونتوني باهي كل شيء باهي وكي تجي لهنا بطبيعه تبدا حاجه ماكش فاهمهم وكل دونك الانستراكتورز يعاونوك على الاخر اليو اس اي تعاون عبيد كيفي انا مثلا خاطر جو سوي اون شوماج معناها يبش يعملوا كونفرسيون دو كارير في حاجه يحبوها وحتى كان الدومين هذاك سي با لوغ دومين معناها ما يعرفوش وكله كيف ما انا ما عندي حتى فكره على الدومين خاطر فما برشا دوموند على تو سكي ديفلوبمون وفول ستاك وكل والحاجه لافونتاج انه خلص حتى بعد عام كي تلقى خدمه وكل تقعد تخلص معناها في عقلك العبيد اون شوماج وزيد بوغ لو مومون ما يسمح لهمش باش انهم يعملوا فورماسيون دو كادر نحب ننكوراجي العبيد اللي في عمري لا كبر مني اصغر مني نامبورت العمر نتاعها معناها كان يعملوا في حاجه ما يحبوهاش مختارين انهم يعملوها دومين ماهوش مغرومين به يعملوا ريكونفيرسيون دو كارير وسورتو معناها عبد لازم يعمل حاجه يحبها بو غارونتير اللي هو باش يعطي حاجه ما خير باش يكون روندمون معناها احسن وبالحق معناها تحفونا على الاخر